نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت احق به ما لم تنكحي، يعني انت احق به في الحضانه وهو لك ما لم تنكحي، فاذا نكحتي فلا تكوني احق به منه، بل يكون هو احق. ووجه ذلك ان المراه اذا تزوجت وبقي ابنها معها صار تحت حجر هذا الزوج الجديد، فيمن عليه ويتعلق به الطفل أكثر مما يتعلق بأبيه، وربما يستخدمه زوج أمه استخداما سيئا إذا أمكن أن يستخدمه. فالمهم أنه إذا نكحت فإن حقها من الحضانة يسقط ويكون لأبيه. ولا تكون الحضانة لأمه أو لأختها أو لأي امرأة مزوجة بأجنبي من محظوم، لقوله صلى الله عليه وسلم للذي جاءته تشتكي: أنت أحق به ما لم تنكحي، أي تتزوجي، إلا إذا كان زوج الحاضنة محرما للمحظوم فلا بأس. نعم، من حين ما يعقد عليها تسقط حضانتها لأنها أصبحت زوجة. نعم.